استكمل الموفد القطري جاسم الثاني جولتيه على الأطراف السياسية اللبنانية، وعلمت الجديد أنه التقى أول من أمس للمرة الثانية رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وحسم الأخير أمامه أنه لن يسحب ترشيحه ومستمر في السباق الرئاسي مدعوما بكتلة صلبة من 51 نائبا. أما الثنائي الشيعي فكان واضحا أمام أبو فهد بإبداء التعاون مع أي مبادرة خارجية، ولكن لا حزب الله ولا حركة أمل سيطلبان من فرنجي الانسحاب وهما مستمران في دعمه رئاسيا. من جهة أخرى لم ينجح أبو فهد في توحيد الموقف المسيحي على أي اسم رئاسي توافقي، لا اللواء الياس البيسري نال موافقة القوات، ولا العماد جوزيف عون كسر الفيتو الباسيلي. على خط عين التين يأمل رئيس المجلس خيرا في المسعى القطري. وعن الوفود المرتقبة نقل عن الرئيس نبيه بري أن الزيارة المؤكدة هي لديفيد هيل في 12 من الجاري، أما لودريون وهوكشتاين والخليفي فلا مواعيد لهم حتى اللحظة. رأى النائب جهاد الصمد أن مواجهة مشكلة النزوح في لبنان لا تستقيم إلا عبر زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى سوريا والتعاطي من دولة إلى الدولة. ومن برنامج الحدث كشف الصمد أن فريقه السياسي أصبح اليوم متمسكا بسليمان فرنجية أكثر من أي وقت مضى، وألا خيار ثالثا، محملا الموارنة المسؤولية. مشكلة سليمان فرنجية عند الموارنة، في شيء اسمه المسادة، المسادة المارونية، هيدي الانتحار الجماعي. أنت هيك عم يعملوا الموارنة؟ أبدا أبدا. أنا بدي أقول لك يعني بالوقائع، مع إيميل قدي وبشارة الخوري، الصراع كان بين مين؟ بين إيميل قدي وبشارة الخوري، بين كميل شمعون وفؤاد الشهاب، بين الحلف الثلاثي والشهابية، بين سليمان فرنجية والجبهة اللبنانية. قلت له اياهم لودريان هو؟ وكتبت له اياهم، مش قلت له اياهم، وديت له اياهم بالرد على الرسالة اللي طلبها مني هذا الكلام، انا قايله بالرد اللي انا عملته للدريان على الرسالة. وبين بشير جميل وداني شمعون، وبين إليح بيئة وسمير جعجع، وبين ميشيل عون وسمير جعجع. ما بقى يريحنا غير واحد مثل سليمان فرنجية، ما بقى نوثق غير بواحد مثل سليمان فرنجية. ما في امكانية، نحن مرشحنا سليمان فرنجية، فيكم تجيبوا غير سليمان فرنجية، تفضلوا. يعني لن تذهبوا إلى خيار ثالث؟ ما في أول لحتى يكون في ثاني وثالث، في خيار سليمان فرنجية. يعني لن تتعاونوا مع أي مبادرة آتية، لا فرنسية ولا قطرية ولا خماسية ولا سداسية؟ يحلوا لنا قصة الموارنة تنحل قصة الموارنة. شو خاصة قصة شو المشكل؟ المشكل ماروني. بالنسبة لسمير جعجع التوك بسليمان فرنجية إنه قتلوا بيو، قتلوا بيو وأمه وأخته والكلب، شو عامل سليمان فرنجية اللي معروف مع سمير جعجع؟ بالنسبة لجبران باسيل، سليمان فرنجية لم يكن وفي للعهد وما ساعد العهد لينجح. ليش هو كان في عهد لولا ما سليمان فرنجية قبل برئاسة جمهورية ميشيل عون؟ مين هو المن وفي؟ يعني أنا كنت لحظة، ليش شو خص سليمان فرنجية كان ينتخب، كان ينتخب، كاد أن ينتخب رئيس للجمهورية. رأى السيد توفيق سلطان عبر هنا بيروت أن الرئيس بري فتح نافذة مرنة ومنطقية لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن قوى التعطيل عارضت، ومن يعطل عاطل. قوى التعطيل مين؟ قوى التعطيل قوى التعطيل اللي رافضين الحوار، اللي طرحوا الرئيس بري. هذا العقل بيقول لأنه في منطق، ليش ما بيمشوا فيه؟ ليش ما بيمشوا فيه؟ يلي عم يعرضه هو اللي عم يعطل. نعم. ما لي عين اقول انا اللي عم يعطل عاطل، لانه من ذات الفصيل. ما حدا غالي بطرح السياده والاستقلال بالقرار الوطني، لا. مثل ما قلت لك تاريخيا الدور الخارجي هو دور اساسي. قوى التعطيل كله ينتظر الاوامر. من من الارتباطات الخارجيه، اذا بيصفوا النيات وبيشوفوا مصلحه بلدهم بينتخبوا رئيس جمهوريه بغض النظر شو علاقاتهم فيه، حتى لو بده يجي رئيس جمهوريه وثاني يوم يكونوا هن طليعه القوى المعارضه.
وفي اجتماعها الدوري أسفت كتلة الوفاء للمقاومة لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن الاستحقاق الرئاسي. في سياق آخر، اعتبرت الكتلة أن أزمة النازحين السوريين في لبنان هي إحدى نتائج العدوان الأمريكي المقنع على سوريا، وحلها يقتضي رفع العقوبات وفك الحصار عن سوريا. إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ تأسف لتفويت البعض فرصة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي، فإنها تتابع وتقدر الجهود التي تبذل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر المعبر الدستوري الذي لا مفر فيه من التفاهم مهما كابر المكابرون. إن مشكلة النازحين السوريين هي إحدى نتائج العدوان الأمريكي المقنع على سوريا، وإن معالجة هذه المشكلة تقتضي وقف أمريكا دعم الإرهاب التكفيري ورفع العقوبات وفك الحصار عن سوريا والكف عن سياسات الدجل والنفاق الغربي التي تنفذ في سوريا ولبنان خدمة لمصالح الكيان الصهيوني. استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مكتبه بالسفارة رئيس تيار الكرامة نائب فيصل كرامي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وآخر تطورات الأوضاع في لبنان، لا سيما مستجدات الملف الرئاسي وضرورة إنجازه، كما جرى بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. ووفق معلومات الجديد، كان الحديث في الملف الرئاسي مطولا وشمل خريطة الطريق للوصول إلى رئيس للجمهورية، إذ تعتبر المملكة أن المبادرة الفرنسية عادت إلى وجهة النظر السعودية، بمعنى أنه لا يمكن أن يتغلب فريق على آخر في لبنان وأن يكون الرئيس طرفا، بل يجب أن يكون حكما على مسافة واحدة ويتكلم مع الجميع ويكون لديه رؤية اقتصادية وغير ملوث بالفساد. ووفق المصادر، فإن السعودية لا تسمح لنفسها ولا تنصح غيرها من الدول أن تسمي رئيس جمهورية، فاللبنانيون هم من سيختارون الرئيس. وعن المبادرة القطرية، قالت المصادر إن السعودية على تواصل مع قطر. هذا واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، وقدم له درع المجلس النيابي تقديرا لجهوده. كما استقبل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤون تشريعية.